نعمل أول وصفة من وصفات روسيا اللي هي البلماني. ومقادير العجين 450 جرام دقيق، 200 مللتر مية، 2 بيض، 1.5 معلقة صغيرة ملح. وبالنسبة للحشو عندنا 500 جرام لحمة مفرومة، 1 بصل، 1 توم، 1 معلقة كبيرة زيت زيتون، عندنا مية للسلق، وفلفل أسود، وصوص حار، وعندنا قشطة للتقديم. أول حاجة هنبتدي بيها، هنبتدي بالعجين. هنحط الدقيق، الملح، البيض، وهنبتدي نشغل البروسيسور لحد وبعدين نحط المية واحنا مشغلينها لحد ما العجين يتكور ويبقى جاهز. اوكي، العجين كده خلاص جاهز، ف هنحطه على جنب لأن لازم نسيبه يرتاح حوالي ساعة علشان نعرف نفرده بسهولة. وده العجين بعد ما ارتاح. نعمل الخلطة الأول للحشو وبعد كده نبتدي نفرد العجين. هنحط المقادير كلها مع بعض، اللحمة، الزيت، الفلفل، الثوم، الشطة، والبصل، وهنقلبهم مع بعض كويس قوي، استحسن باليد علشان نتأكد ان كل المقادير تدخلت مع بعض كويس. كده الحشو جاهز. هنجيب شوية دقيق وناخد قطعة من العجين. ونبتدي نفردها. عايزين نفردها رفيع. والدمبلينجز دي جت لروسيا عن طريق منغوليا والصين، لان الدمبلينجز مش حاجة اوروبية اساسا، بس بعد كده وصلت لاوروبا من الشرق الاقصى. هنقطع بالقطعة ونحشيها بحشو اللحم. ونقفلها كويس عشان نتأكد ان هي مش هتفتح في المية، لان دي بتتسلق مش بتتحمر. نعمل واحدة كمان. ونقفلها كويس. وبعد كده هناخدهم ونحطهم في المية علشان يتسلقوا.
وهي هتفضل تحت لحد ما تستوي، ولما تبتدي تطوف فوق وش المية يبقى كده خلاص استوت. ونزينها بشوية بصل أخضر. وأنا محضرة شوية من قبل كده، ممكن نبتدي نرصهم لحد الباقيين ما يجهزوا.